ممنوع زيارة المقابر وقت الغروب والليل. ما اعرفش دي من العادات دي من العادات المعروفة يعني ما تروحش إلا في النهار. فكنت في الزيارة لبلدنا وأنا جاي من القاهرة رايح على هناك، فالمهم وصلت متأخر على آخر خيط في النور بتاع المغرب. ولازم أرجع في نفس اليوم، فكان لازم أروح أزور عند والدتي الله يرحمها. بس ودخلت، ففعلا انا داخل والنور شغال، في نور اخر خيط اخر خيط في المغرب اخر خيط في الغروب. المهم قعدت ادعي، فجاه بقى ايه سرحت بذكريات سرحت بحاجات، الوقت عدى فجاه. والممر المقابر بيبقى الطريق كده، هنا مقابر وهنا مقابر، وده طريق ممر طويل. وعيون بقى كده وليه بالظبط. وفجاه بقى ايه اندمجت، فبقى فيه بكا، فبقى فيه فجاه بص سمعت صوت صوت واحده بتقول مين دي. لا والله والله العظيم ببص لقيت ثلاث ستات، لقيت والله ثلاث ستات ورايا بجد. والله العظيم ثلاث ستات كبار من سن جدتي، والثلاثه شبه بعض يعني، واحده فيهم قصيره شويه، واحده وسط، واحده اطول سنه، والثلاثه واقفين كده. فانا اللي كلمتني من هنا، بعد كده لقيت واحده ثانيه بيتكلمني، ففجاه عارف لما تتفاجئ ان في نفس الشكل مشهد ده لغز بابل. ده بالظبط ده اللي حصل في لغز بابل، يعني في مشاهد لغز بابل حصل كده. وانت في الحمام بص في المرايه بص ما تلاقوش وراك. شفته بالظبط فمين قلت لها امي. فعارف لما تبقى دي بتسالني وانا برد عند دي امي. فواحده اتطبطبت عليا وقالت لي طب ادعي لها يمشي فور. لا والله العظيم والله العظيم يمشي فور. يلا نمشي يلا نمشي والله العظيم. اطلع فاصل اطلع فاصل لسه فيه اطلع فاصل. لا استنى حته صغيره حته صغيره نرجع. ما تفكرنيش خلاص افكرك. المهم قالوا لك قالت لك استاذ ياسر عشان كده وانت شغال انت قلت لها امي انا مش عارف. انت قلت لها امي امي قالت لي ادعي لها ادعي لها وامشي من هنا فورا امشي من هنا فورا. فعلا فكملت فقعدت ادعي. بس انا خرجت ما بصيتش ورايا تاني، رحت ماشي بس مشيت بمنتهى الثبات، يعني حاولت امشي بثبات من غير ما اجري. متماسك متماسك يعني انت قلبك مقبوض برضه. طبعا ده الموضوع صعب دي اخر مره رحت بلدنا.